بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد شهر رمضان المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أيام خير وعبادة وخير وبركة، ومع سورة جديدة وهي سورة المدثر. وهذه السورة مكية، وهناك نزاع بين أهل العلم في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا القول هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هي الآيات الأول أيضا من سورة المدثر. وسبب النزاع في ذلك هي النصوص الواردة، فهناك نصوص دلت على أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هي الآيات الأول من سورة العلق، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري. وهناك نصوص تدل على أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة المدثر، وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولا تعارض بين القولين. ذلك أننا لو قرأنا سياق حديث جابر في صحيح مسلم لأيقن أنه لا تعارض، ذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنبئ بالآيات في سورة العلق فتر عنه الوحي، فبينما هو يمشي في مكة إذ سمع صوتا في السماء، فنظر في السماء فإذا جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ففرق ورجع سريعا إلى أهله وقال: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى الآيات الأول من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا السياق يدل دلالة واضحة على عدة أمور. الأول أن سورة المدثر نزلت في مكة، لأنه كان يمشي في طرق ماذا؟ مكة، إذا نزلت هذه في مكة. الدلالة الثانية أن العلماء الذين قالوا إن هذه السورة أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه أي أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة الوحي، فتحصل أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا هي الآيات الأول من سورة العلق، وأول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة الوحي هي المدثر. وبعضهم خالف في العبارة، خالف في العبارة مخالفة يسيرة، فقالوا إن الآيات من سورة العلق صار النبي عليه الصلاة والسلام بها نبيا، والآيات في سورة المدثر
صار النبي عليه الصلاة والسلام بها رسولا. هذه أقوال أهل العلم في مجمل سريع، وتفصيل ذلك كثير كثير، سودت فيه صحائف عديدة. يا أيها المدثر، هذا نداء، والنداء هنا لمن؟ للمدثر. والمدثر هو المتدثر بالغطاء، هو المتدثر بالغطاء، لا أقول المتدثر بالثوب، لأن الإنسان ما يلبسه شعار ودثار، الإنسان ما يلبسه شعار ودثار. الشعار هو الملابس التي تلي جسدك، اللي احنا بنسميها بالبلد ملابس الايه؟ الداخلية. ما شاء الله ما شاء الله. إذا ملابس الداخلية تسمى ماذا؟ تسمى شعارا، تسمى شعارا. وما يلبس فوق الشعار يسمى ماذا؟ دثارا. ولذلك إذا أردت أن تزكي أحدا تقول هو دثاري أم تقول هو شعاري؟ من قال؟ ما شاء الله ما شاء الله، تقول هو شعاري، لأنه يلي جلدك، يلي جسدك، فيطلع على خبيئتك، يطلع على خبيئتك. فلو قلنا بأن المدثر هو المتدثر بثوبه فالناس كلهم متدثرون، فلا مزية لهذا الخطاب. فصار المقصود بالدثار هنا ليس الثياب، وإنما هو ماذا؟ الغطاء. وبالتالي هذا التأويل في اللغة يناسب سياق حديث جابر عندما رأى صوتا في السماء، فنظر في السماء فإذا جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض. المسألة دي تصيب الإنسان بماذا؟ بالفزع، بالهلع، بالخوف. ولذلك رجع يرجف فؤاده وقال زملوني. فالتزميل اللي هي التدفئة وتسكنة الاضطراب لا يكون بالثوب، وإنما بماذا؟ بالأغطية. الإنسان إذا تدثر كيف يكون حاله؟ يكون ماشيا واقفا أم يكون نائما؟ يعني الواحد لما يتلف بالبطاطين والحيفة والكوفرتيات والحاجات دي، يتلف وهو ماشي وهو واقف، ولا بيكون نايم مدة ونحط عليه؟ جرى العرف أن الدثار لا يكون إلا لمن هو نائم، دي دلالة عرفية لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل. ففهم من قوله يا أيها المدثر أنه ممدد مسجى في فراشه، ألقي عليه الغطاء الكثير، فهذا أدعى إلى الوسن والكسل. الإنسان لما يكون مدد وعليه الأغطية والأثرة وما إلى ذلك، أدعى أنه يكون كسلان ويكون همدان، ما يكونش نشيط. ولهذا كان الأمر بعد يا أيها المدثر ماذا؟ قم، قم، لأن القيام فيه إذهاب لمعاني الوسن والكسل، وجلب لمعاني النشاط والعزم والجدة والإرادة. مسائل الجدية والإرادة والنشاط والهمة والعزيمة ده كله ما يكونش الإنسان نايم، وإنما تكون والإنسان ماذا؟ متيقظ قائم. ولهذا قال الله عز وجل فقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. يبقى الأصل إن الإنسان يصلي وماذا؟ وقائم،
لأن القيام علامة على ماذا؟ على النشاط والقوة والجدية والعزيمة وما إلى ذلك، هذا هو الدليل. يبقى وقوموا لله قانتين، من صلى منكم فليصلي قائمة، صل قائمة، فهذا دليل على أن القيام مجلبة لهذه المعاني. طيب، قال ربنا عز وجل يا أيها المدثر قم، لماذا؟ قال قم فأنذر، قال قم فأنذر، والإنذار هو إبلاغ دعوة الله عز وجل، إبلاغ دعوة الله عز وجل. وإبلاغ دعوة الله عز وجل إنما هي لعموم المسلمين، يعني كل من قدر على إبلاغ شيء من دين الله فلا يجوز له أن يحجب نفسه عن هذا الإبلاغ. وهذه مسألة مهمة جدا، مسائل الإبلاغ غير مسائل التعليم ومسائل القضاء والإفتاء. مسائل التعليم لازمها التمكن، وكذلك مسائل القضاء والإفتاء، لأن الإفتاء يحتاج إلى استنباط. قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل الناس قادر على استنباط الأحكام من الأدلة، وإنما مرد ذلك إلى أهل العلم، إلى أولي الأمر. وعلى قول من أقوال أهل العلم أن المقصود بأولي الأمر العلماء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قول قوي أن المقصود بأولي الأمر هم العلماء. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المسلم، ولا إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد ماذا؟ الحاكم. إذا من الذي يجتهد؟ الحاكم. من هو الحاكم؟ هو العالم الناظر في الأدلة ليستنبط منها مقصود الله عز وجل ومقصود رسوله، ده هو المطلوب. فإذا اجتهد الحاكم لكي يصل إلى معرفة الحق فأصاب فله أجران، فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والتوفيق. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالقضاء للحاكم لا يكون لأي إنسان، وإنما لمن؟ لمن؟ للحاكم. والحاكم هو الذي حكمه علمه، الحاكم هو الذي حكمه علمه وحكمه، أي أمسكه. ومنه سميت الحديدة التي تستعرض فم الدبة لتمسكها عن الجري ونحوه، تسمى بالحكمة، تسمى بالحكمة. قال الشاعر بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم. فالحاكم يمنعه علمه، سمي حاكما. يبقى عندنا الحاكم، وعندنا المفتي، وعندنا العالم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى التفقه في الدين للأمة ولا لطائفة؟ للطائفة. مش كل الأمة تبقى فقيها، مش كل الأمة تبقى فقيها في الدين، ولكن طائفة فقط، طائفة فقط هي التي أراد الله تعالى لها الخير بتمكنها في الفقه. وليس المقصود بالفقه ما نعرفه عرفيا بكتب الفقه، ولكن المقصود بالفقه
الفهم عن الله وعن رسول الله، هذا معنى الفقه. قال الكفار لبعض رسلهم: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه أي ما نفهم، هذا قول الكفار لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي حديث معاوية في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهناك كتاب منسوب إلى أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه يسمى بالفقه الأكبر، وهذا الكتاب شرحه ملا علي علي، ملا علي اللي هو القاري شرحه اللي هو كتاب الفقه الأكبر. لو طالعته من أوله إلى منتهاه لن تجد فيه مسألة فقهية واحدة، وإنما كل المسائل في هذا الكتاب متعلقة بأمور الاعتقاد، فسمى أمور الاعتقاد بماذا؟ بالفقه الأكبر. هذا الكتاب يتأمل في نسبته إلى أبي حنيفة رضي الله تعالى عليه. والمقصود أن السلف لم يعرفوا الفقه بهذا المعنى العرفي الذي درج عليه المتأخرون، وإنما كانوا يطلقون الفقه ويعنون به الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنذار لعموم الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ومن كذب عني متعمدا أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغ عنه ولو ماذا؟ ولو آية. وما زال الصحابة الكرام يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظون منه الآية أو بعض الآية فيضبطون ما حفظوا، ثم ينطلقون إلى أقوامهم بما سمعوا ليبلغوهم ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل أحد من السلف حد الدعوة إلى الله أو حد الإبلاغ عن الله ورسوله التمكن أو القدرة التامة، وإنما من حصل علما بطريقة صحيحة حسن له أحيانا ووجب عليه أحيانا أن يبلغ ما سمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. إذن رجل سمع ولكن كان فقهه ضعيفا، فلما بلغ ما سمع وقع ذلك العلم عند من فهمه فهما صحيحا. سبحان الله، بعض الناس يريد أن يتقاعس عن أداء بعض الواجبات في إبلاغ دعوة الله عز وجل، وهذا أخشى أن يكون من باب تحديث النفس أو همز النفس بما لا ينبغي أن تكون عليه. قم فأنذر، قم فأنذر. النذارة غالبا تكون للمخالفين لا تكون للموافقين، وهذا دليل ثان على أن هذه السورة سورة ماذا؟ مكية، سورة مكية. لأن الإنسان إذا كان موافقا لا تتوعده، ما تقولوش أنت ستدخل النار نارا تلظى وستصلاها، ورجل يوافقك ومعك ويطيعك، ف
فالموافق البشارة تكون له، تبشره بالجنان والرضوان والدرجات العلى وما إلى ذلك. أما المخالف فإنه يتخوف. والنذارة صوت، من أراد الله به خير قاده به إلى الخير. ودي مسألة عجيبة، إن بعض الناس يسمعون القرآن، بعضهم يتأثر بآيات التهديد والوعيد، النيران وتلظى وسقر وغير ذلك، يرتعد ويخاف، وبعضهم يتأثر بآيات الرجاء والرحمة والجنان والإحسان والآلاء. فالقلوب أوعية، وجعل ربنا عز وجل القرآن هاديا للناس جميعا، فهذا تنفعه آيات تقوى عليه موقع الغيث من الأرض الجدباء فينتفع بها، والآخر ليس بذلك. وفي كل الأحوال أن أهل النذارة غالبا يكونون من المخالفين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في الإبلاغ، وإنما قام داعيا إلى الله عز وجل، فأنذر عشيرته الأقربين، فدعا زوجته، ودعا ولد عمه، دعا ولد عمه، ودعا صديقه، ودعا الأقارب ممن يعرف، إلى أن أمره ربه عز وجل أن يبلغ دعوة الله، فجعلها مدوية في مكة. وهذا الأمر ينبغي أن نستفيد منه، لابد لكل واحد منا أن يجتهد في الدعوة إلى الله، أن يجتهد في الدعوة إلى الله. كم رجلا وكم شابا وكم فتى جعلك الله تبارك وتعالى سببا في هدايته. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي اللفظ الآخر خير لك من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الشيطان أنت معه في صراع. الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يريد أن يغويك وأن يصرفك عن طاعة الله وعبادته، وأنت تريد أن تجذب الناس إلى الله وعبادة الله. من الذي يصارعك؟ من الذي يحاربك؟ الشيطان. فعندما ترى الفساد قد طم وعم، اعلم أن الشيطان قد انتصر. وعندما تجد أن الخير قد زاد وطم، اعلم بأن أولياء الله تعالى قد انتصر. وربما تجد أولياء الله تعالى قد انكسروا بلاء واختبارا، ولكنهم لم يقصروا في أداء الواجب. يبقى احنا لا نقصر، نجتهد في الدعوة، ونجتهد في الإبلاغ، ونجتهد في هداية الخلق. أما وقوع الهداية وحصول الهداية فليس بأيدينا. يبقى المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ نجتهد فقط، بالضبط كالفلاح. هل الفلاح هو الذي يخرج الزرع من شقوق الأرض وبواطنها؟ الفلاح هو اللي بيعمل كده؟ فلاح بيحرط وبعدين بيحط البذور ويروي. مين اللي بيطلع النبت؟ هو الله. كذلك نحن، ما علينا إلا أن نحرث وأن نروي وأن نضع البذور وأن نجتهد في الزراعة، أما الثمر فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولاه. فيا ترى كم قيراطا قد زرعنا؟ كم مترا قد زرعنا؟ كم سنط قد زرعنا؟ عملنا إيه؟ عملنا ايه كده؟ كل واحد كده يسأل نفسه هذا السؤال: انت حرطت قد ايه؟ شبر
شبرين، ثلاثة متر، مترين، بعضنا إلى أن يموت ما اجتهد أن يحرث مليما واحدا أو سنتي واحدا، لابد أن نجتهد. قال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه: قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر، التكبير هو التعظيم، فلابد أن تعظم الله عز وجل. والذي يعظم الله يراعي حرمات الله. لا تجد أحدا واقعا في الحرمات متلبسا بالمنكرات إلا وهو لا يقيم لله عز وجل وزنا ولا يوقر الله. قال الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الله: وما قدروا الله حق قدره. وهنا: وربك فكبر. ليس المقصود وربك فكبر أن تقول الله أكبر، حتى ولو قلت الله أكبر، فالله أكبر من أي شيء؟ لابد أن تعلم بأن الله تعالى أكبر من كل شيء. قال الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ أجاب ربنا عز وجل: قل الله. قل الله. وهذه مسألة لا أريد الخوض فيها، هل يطلق على الله تعالى شيء أم لا؟ هذه مسألة لا أخوض فيها الآن. وربك فكبر، إذا كنت تكبر الله تعالى فهل أنت تعظم شرعه؟ وهل أنت تطيعه في أمره ونهيه؟ هل أنت تجعل ربك عز وجل مراقبا لك وتلحظه في أحوالك وحركاتك وسكناتك؟ هذه مسألة مهمة جدا. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ماذا؟ تراه. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلتفت الإنسان في الصلاة أو أن يرفع بصره في الصلاة، وقال إن قوما تخطف أبصارهم في الصلاة من أجل ذلك. فلا يجوز الالتفات في الصلاة ولا رفع البصر فيها إلا لضرورة، إلا لضرورة، لأنك لابد أن تعظم الله تعالى في لقائه. في الصلاة أنت في حضرة الله، في لقاء الله، فالمصلي ذاهب إلى الله. تصور كده لو أنت ذاهب إلى شخص حبيب، هتعمل إيه؟ هتبقى أنت ما شاء الله يعني متحفز، نشيط، لابس الملابس الطيبة، متعطر، لأنك ستذهب لملاقاة حبيب. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم، هو كذلك. طيب ماشي، هذه حيدة لا بأس. فلماذا لا نفعل عندما نذهب لملاقاة الله؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: وعجلت إليك ربي لي لترضى. لما ربنا عز وجل أمره أن يوافيه للميقات، عمل إيه؟ ترك قومه وترك كل شيء وذهب لملاقاة الله عز وجل، وقال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالذي يجتهد أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي في الجماعات، إنه في الحقيقة يطبق قول الله: وعجلت إليك ربي لترضى. طب يذهب للصلاة بأي صورة، بأي كيفية؟ يذهب بالملابس الطيبة. قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: الزينة هي الملابس الساترة، هي الملابس الساترة. ليس المقصود بالزينة
أن يتزين الإنسان أن يكون مثلا كالأرجوز مثلا، ويقول إن ربنا بيقول خذوا زينتكم، يلبس ملابس كده زي الإيه، زي الكليم بتاع أيام زمان بقى، يبقى زينة. لا، ولكن المقصود بالزينة أن يلبس الملابس الساترة. وهنا مسألة عجيبة، بعض الشباب في هذه الأيام لا يلبس أو لا يتزين عند الصلاة، هو يحب الصلاة ولكن يلبس القميص القصير. القميص القصير يدوبك على حزة أو على حفة الإيه؟ الحزام، والحزام يدوبك يعني في الجزء الذي في أسفل البطن، فإذا ركع المسكين أو سجد ظهر ظهره، ظهر ظهره، هل هذه الزينة؟ ينفع أن هو لما يجي يروح يقابل مثلا واحد حبيب يطلع هدومه كده ويكشف عن بطنه وعن ظهره؟ لا يفعل ذلك إلا المجانين، وحتى لا تدهشوا، هناك مجانين في هذه الأزمان. نعم، والله هناك مجانين يلبسون الملابس التي تظهر نصف البطن ونصف الظهر. إي والله يفعلون ذلك. أبى الله إلا أن يرينا بأعيننا المجانين في كل شيء، حتى في ملابسنا. فلابد أن تكبر ربك في ملابسك، تكون ملابسك دي ملابس محترمة غير ضيقة وغير شفافة. وهذا الخطاب خاص للنساء، ونحن مقبلون على الصيف القائض، بل نحن فيه، تجد الرجال والنساء يتخففون من ملابسهم، وتجد المناظر المبتذلة والمخالفات الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهن الكاسيات العاريات، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كيف ذلك؟ هي كاسية ولكنها عارية، تلبس الملابس الضيقة فتصف جسدها، أو يلبس الملابس الضيقة فتصف هذه الملابس عورته، وكذلك الملابس الرقراقة التي تشف ما تحتها، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. أن تكبر الله تعالى في ملابسك، وأن تكبر الله تعالى في نظرك ألا تنظر إلى الحرام، وأن تكبر الله تعالى في سمعك، وأن تكبر الله تعالى في رزقك، وأن تكبر الله تعالى في كسبك، وأن تكبر الله تبارك وتعالى في فعل يدك ورجلك، وأن تكبر الله تعالى في سمعك، وأن تكبر الله تعالى في وقتك، وأن تكبر الله تعالى في رأيك وفهمك، لابد من تكبير الله. فهل نحن بالفعل نكبر الله عز وجل ونوقر الله عز وجل؟ هذا السؤال سؤال عريض يحتاج إلى إجابة. وقال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كبر ربك قبل أن يسألك. ولهذا من الأوامر الأولى في القرآن، من الأوامر الأولى في القرآن، يعني من الآيات الأولى اللي ربنا عز وجل نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات الأولى قول ربنا له وربك فكبر. وقدم المفعول للدلالة على الاختصاص ومزيد من الاهتمام، لأن الترتيب كبر ربك، ولكن لابد أن يتقدم الله في الكلام تعظيما وتفخيما وإجلالا وإعظاما. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قيل المقصود بالثياب هنا ما يلبسه الإنسان، والعرب تطلق الطهارة ويقصدون بها تنقية الثوب،
أي تنقية الثوب من الأدناس والأنجاس. هناك أدناس وأنجاس، فالأشياء التي توسخ الجسد، توسخ الملابس أو تنجسها، نقي ثوبك منها، نقي ثوبك منها. افترضنا إن الثوب أصابه مثلا جلالة، الجلالة اللي روث البهائم التي يؤكل لحمها، هل روث البهائم التي يؤكل لحمها طاهر أم نجس؟ القول الصحيح أنها طاهر، فروث ما يؤكل لحمه طاهر، ولكن هذا قد يؤذي. لو في هناك إنسان بيعمل بخدمة البهائم فإن ثوبه يكون متسخا ورائحته متغيرة، فإذا صلى بجوار الناس آذاهم، فيسن له ويستحب له أن يغير هذا الثوب، ليس لنجاسته وإنما لاتساخه. وفي الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كنت تتأذى من هذا الثوب الوسخ فإن الملائكة أيضا تتأذى من هذا الثوب. فنقي هذا الثوب من هذه الجلالة. أما الوسخ قد عرفناه، وأما الدنس النجس كأن يصيبه عذرة من عذرات الآدميين، يعني وساخة، واحد مثلا تغوط وبعدين اتشنكلت قمت واقع فأصاب ثوبك المسألة دي، وانت بقى عاوز تدرك الايه الركعة الأولانية، الراجل بقى بيقول ايه يعني في اخر بقى حسيت ان هو في اخر الصلاة فعاوز تجري ترمح تلحق الركعة الأولانية، تدخل الصلاة وفي ثوبك ماذا؟ نجس. هذا لا يجوز، لابد أن تتفقد ثوبك قبل الصلاة. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصلاة فخلع عن عليه، يبقى كان بيصلي في النعلين. قال الراوي فخلعنا نعالنا، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال لما خلعتم نعالكم؟ ده التوجيه، لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. شوف اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأيناك فعلت شيء فعلنا زي، ما نعرفش ليه. لو كنا احنا بقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كنا نسأل؟ يقنعني دماغ ربنا عرفوه بالعقل. النبي يقول لنا حاجه، لا يا رسول الله كلام، انت رسول الله اه، بس بقى معلش يا رسول الله فهمني بقى يا رسول الله خلعتنا عليك ليه؟ نقعد بقى يا ده هتبقى مصيبه. بفضل الله على هذا الدين انه لم يوجد امثالنا لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أو الله لو أوجد الله تعالى أمثالنا لصحبة نبيه لاندرس الإسلام وانقضت معالمه، انتهى الإسلام حقيقة. أنا هذا المعنى أستحضره في قلبي في كل موقف من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل نفسي لو كنت في هذا المقام ماذا كنت صانعا. أجد قلبي يعتصر، أخاف من هاكم الذين يتجرؤون ويقولون لو كنا زمن النبي لفعلنا وفعلنا. هؤلاء المتجرؤون تجرؤوا بالقول هذا في زمن الصحابة، بعضهم قال مثل هذا القول
وسمعه حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه سمع هذا القول. بعض الناس في زمن التابعين قالوا لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لصنعنا معه أفضل مما صنعتم معه. تعملتوا إيه يا عم النبي؟ كنا برضك استحملنا التعذيب وكنا هاجرنا برضك وكنا عملنا وسوينا، يعني إيه اللي حصل يعني؟ فحكى لهم حذيفة موقفا واحدا، وموقف غزوة الخندق. الخندق حاصر المشركون المدينة من كل الجهات ما عدا الجهة الجنوبية. الجهة الجنوبية دي فيها مساكن بني قريظة، وبنو قريظة اليهود كانوا في عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحاطوا بالمدينة كالقوس، الجهة الوحيدة اللي هي جهة مين؟ اليهود. واليهود سرا نقضوا العهد مع رسول الله وتحالفوا مع المشركين، فأصبحت المدينة كلها إيه؟ محاصرة. أصبحت المدينة كلها محاصرة، مش حصار، لا، حصار كإحاطة السوار بالمعصم. السوار زي ساعة كده بالمعصم، زي إيدك كده، زي إيدك كده، كإحاطة السوار بالمعصم. حتى إن الرجل من الصحابة كان يخاف أن يذهب لقضاء الحاجة، يبقى مزنوق نفسي يروح يقضي الحاجة لا يستطيع من شدة الخوف، من شدة الخوف. وكان الصحابة في مجاعة شديدة، كان في مجاعة شديدة، وكانوا في قر شديد، قر يعني في برد شديد، يبقى برد ومجاعة والعدو محاصرهم من كل الجهات. هذا ما قاله ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. الله أكبر. من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، يعني من الذي يخرج إلى الأحزاب، إلى جيش المشركين ليعرف أحوالهم، يعرف التشكيلات العسكرية التي هم عليها، ويعرف التراتيب العسكرية التي هم فيها، ويعرف خطوط الإمداد، ويعرف المعلومات المتصلة بهذا الجيش متعدد الجنسيات، اللي يجيب لي المعلومات دي يكون معي في الجنة. الصحابة الذين كانوا متواجدين آنذاك كانوا نحو من 1500 صحابي، 1500 صحابي. وهنا طرفة أن جابر رضي الله تعالى عنه قبل أن أسترسل في حديث حذيفة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتصره الجوع وإنه لطاو منذ أيام لم يذق ذواقع وقد ربط الحجر على بطنه الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم قعد عدة أيام ما ياكلش خالص ومن شدة الجوع ربط حجر على بطنه. جابر بن عبد الله سأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم،
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى جابر بيته قال لزوجتي ما عندك من طعام؟ قالت شاة وإهالة سنخة. الإهالة اللي هو ضيق الشعير لما يتساب شوية ريحته تغير، وشاة معزة صغيرة فيها 3-4 كيلو لحمة مثلا. فقال اذبحيها واجعلي منها عدة أقراص. عملت قرصين 3 وذبحت الشاة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ونفرا معه، 2-3 مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدوبك يدوبك هو ومراته نفرين 3 يبقى 6 نفار 3 كيلو لحمة يدوبك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ما عندك من طعام؟ قال عندي كذا وكذا. قال ما شاء الله طعام كثير مبارك. دايما الإنسان لا يحقر أي طعام. في بعض الناس لم يطعموا طعاما أبدا وشكروه أبدا، إنه لو جهز لنفسه طعاما لذم طعامه لنفسه، فما بالكم إذا قدم الآخرون طعاما له. مساكين ما شاء الله طعام كثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوا ولا تضاغطوا عنده. ما ترفعش أصوات، ده 1500 لكل واحد أهل ما شاء الله ما شاء الله حاجة فظيعة. 1500 هياكلوا من الشاه الصغيرة وقرصين عيش زي دي. جابر بن عبد الله دور الجل لمراته وقال لها الحقي إن أهل الخندق سيأتون. قالت له أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ شوف المرأة المسلمة، ما قالتش يا راجل يا خايب ما قلتوش في جنب كده، خدته في جنب ليه قلت له؟ ما قلتلوش تعالى كده هوت وما تقولوش حاجة. لا لا انت قلت له ايه اللي عندنا في البيت؟ قال لها ايوه. هذه المرأة الطيبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في البرمة فيأخذ من اللحم ويجعل على الخبز فيعطي للصحابي، يحط ايده كده، ودي مش قصة الراجل تركه وقع عليه قبل كده، يحط ويدي للصحابة، الصحابي يأكل، فأكلوا جميعا أكلوا جميعا وفضلت فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها أهلك وجيرانك يا جابر. تيجي زي دي بقى، طبعا ده مش قصة ذكر البط وتركه عليه قبل كده، فاكرينه؟ لا مش فاكرينه، خلاص سيبوه بقى مقام آخر. يعود الحديث إلى خبر حذيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. فلم يقم أحد، بيقول الكلام ده للصحابة، لم يقم أحد. ففي الثالثة لم يقم أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. شوف الجملة الملحقة دي، ولا تذعرهم علي، ما تعمل لناش مشاكل. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان خواف في قوله ولا تذعرهم علي؟ كان خواف أبدا، حاشا وكلا. فإن الصحابة عند وجود الفزعة كانوا يحتمون به صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة فلم أجد بدا إذ عناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم، فلما قمت كأنما أمشي في حمام، بتشديد الميم، حمام أي في دفء ونشاط. يبقى كان الأول قاعد مكموش وبيترجف من البرد،
والإنسان لما يكون جعان وخايف وبردان تبقى ثلاث مصايب عليه، ثلاث مصايب، بيبقى مش قادر لا يفتح عينه ولا يحرك إيده، بيبقى جهازه الحيوي كله متدهور، جوع وخوف وبرد. البرد عاوز أكل، والخوف عاوز أمن، ماشي، كل الحاجات غير موجودة عندنا، البرد الشديد، الجوع الشديد، الخوف الشديد. لكن عندما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقمت كأنما أمشي في حمام. دي بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يظنون أن اتباع الهدي واقتفاء السنة مدعاة لحصول المصائب ونزول المتاعب إنهم لحمقى. قال: فانطلقت، اللي هو مين؟ حذيفة، حتى أتيت القوم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار. الدنيا برد بقى، مولع نار وحاطط ظهره جهة النار عشان ما يجيلوش برد في ظهره، أهم حاجة ظهر، لأن لو جاله برد في ظهره، روماتيزم في ظهره، لا يعرف يركب فرس ولا يعرف يمشي ولا يجري ولا أي حاجة، أهم حاجة الظهر ده، العظم ده هو الشاسيه بتاع الإنسان، يحافظ عليه يقدر يمشي. لو جاله وجع في بطن، وجع له وجع في دماغه، في يعني في أي حاجة هتمشي، لكن أهم حاجة الأساسيات، العظم بتاعه. فالراجل محافظ على العظم بتاعه، بيدفي نفسه بالنار. قال: فوضع، مين أبو سفيان دي يا إخوانا؟ دي القائد الأعلى لجيوش الحلفاء، المارشال الكبير، أكبر راس، أكبر راس. الناس بيعملوا عمليات مفخخة بيموتوا فيها الناس كتير عشان يقتلوا واحد، ده بقى القائد الكبير. راح حاطط السهم في كبد القوس، قال: والله لو أردت أن أصيبه لأصبته، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعرهم علي. حط بس ولو كده اهو كان موته. ويا سبحان الله، كأن الله تعالى أبقاه كي يدخل بعد ذلك في الإسلام، ولكي يجعل من نسله الصحابة الذين كتبوا الوحي والذين تأمروا وقادوا الجيوش وصاروا قادة في الأمصار، كيزيد بن أبي سفيان وكمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمقصود أن التطهير للثوب أي تنقيته من الأنجاس والأدناس، هذا قول. القول الثاني: وثيابك فطهر، أي لا تلبس ثوبك على معصية. يا لا تلبس ثوبك على معصية، ولا تلبسه على غدرة. اشمعنى الغدرة بالذات؟ لأن الإنسان الغدار في كل صفات الوحش، في معنى الخيانة ومعنى الكذب ومعنى المراوغة ومعنى الغش، فيها معاني كثيرة جدا مسألة الغدر دي، فيها معاني كثيرة جدا مسألة الغدر. يبقى ألا يلبس ثوبه على معصية ولا على غدرة. ولهذا يقول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع، ولا من غدرة أتقنع. أنا الحمد لله أنا لا ألبس ثوب فاجر، بل أنا رجل طاهر مطيع لله عز وجل. ثم التقنع اللي هو تغطية الوجه بسبب الخيانة، لأن الخائن يستحي من نفسه أن يكشف أو أن يعرف، فأنا ليس
من الغدرات أتقنع، فإني بحمد الله مبرأ من الفجور والمعصية ومن الغدرات. هل معنى ذلك أن الثوب يتأثر بالمعصية والطاعة؟ دي مسألة مهمة جدا. وثيابك فطاهر، أي البس ثوبك على الطاعة، ما تلبسش الملابس بتاعتك وتعصفها ربنا. لا، يعني معنى ذلك أن الثوب يتأثر بالمعصية؟ أي نعم يتأثر بالمعصية، الثوب يتأثر بالمعصية. يبقى أنت تلبس ثوب تعصي فيه ربنا وتيجي تصلي فيه، لا، طهر هذا الثوب فلا تلبسه على معصية. كان بعض السلف إذا عصى الله تعالى معصية رأى أثر ذلك في خلق دابته. حدثتكم من قبل أن للكائنات عبودية لله عز وجل، كل الكائنات المخلوقة على وجه الأرض كلها لها عبودية لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. شوف النفي والاستثناء ثم التنكير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وقال ربنا عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، في قصة داود. أوبي، التأويب أي ترجيع التسبيح، أي يسبح، فالجبال والطير تسبح، سبحان الله، فالجبال والطير. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما يدوش ده كله على المجاز، حقيقة، ما الضير، ما الضير أن الله تعالى يجعل في الجمادات إرادة تناسب هذه الجمادات. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجمادات لها عبودية لله عز وجل، وبالتالي الثوب الذي تلبسه يتأثر بحالك إذا كنت في طاعة أم كنت في معصية. ولذلك الذي يرجع من الحج فلم يرفث ولم يصحب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه بيتخلص من كل الثياب إلا من الإزار والرداء، ويمتثل أمر الله عز وجل في رحلة طويلة فيها المشاق، لا سيما هذه الأيام. يعني قبل كده كانت المشاق أقل، الآن المشاق أعظم بكثير مع وجود أدوات الراحة مش عارف إيه، لكن المشاق هنا أكثر في هذه الأيام. يتخفف من ملابسه المعتمر إذا نوى العمرة، يتخفف من ملابسه فلا يبقي على جسده إلا ماذا؟ إلا أيضا الرداء والإزار. أما كل الملابس التي كان يلبسها قبل العمرة يخلعها كلها عشان يرجع من العمرة عهد جديد، يجي من الحج عهد جديد، الظاهر كالباطن، مستقيم في أقواله وأفعاله. ولذلك الذين يرجعون من طاعاتهم ولم تتغير أحوالهم فهم الخاسرون. ليس هذا في العمرة والحج فقط، بل هذا أيضا في الصوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، يبقى مش الحج ولا العمرة، عندنا رمضان. من قام رمضان، ده من صام بقى، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ربنا عز وجل جعل لنا مواسم كثيرة لغفران الذنوب وبداية العهد الجديد، فلا بد أن يكون الإنسان على طاعة. فإذا كنت على طاعة تأثرت ملابسك بهذه الطاعة، وسيارتك بهذه الطاعة،
وأولادك بهذه الطاعة، وتأثر من حولك بهذه الطاعة إلا إذا أراد الله تعالى بلاء بك. فالبلاء إذا وقع فالصبر عليه واجب. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: وثيابك فطهر، أي قصرها، قصر ثيابك، لأن الثوب إذا طال عن الكعبين كان إزبالا، كان إزبالا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإزبال. فأنت ستقابل الله عز وجل، فكيف تقابله وأنت متلبس بالمعصية؟ تقابله إذا أنت متلبس بالمعصية، هل ينفع أن واحدة مثلا تصلي شعرها مكشوف وإيديها وصدرها مكشوف؟ ينفع تقابل إزاي ربنا وهي عاصية؟ ما ينفعش. لابد أن تلبس الثوب الشرعي وهو الدرع والخمار، الدرع والخمار. ولذلك ما ينفعش واحد يكون لابسه بنطلون، البنطلون دي لابساه اتنين بيجروا فيها عشان يلبسوها البنطلون، ولابسه بلوزه ضيقه واشار بضيق وتروح تصلي في اللبس ده، ازاي؟ ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز المراه ان تصلي، ولكن في ماذا؟ في الدرع والخمار. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في غمرة الموت دخل عليه شاب فأثنى عليه خيرا: أبشر أمير المؤمنين بما عد الله لك من الجنان والرضوان. فلما قفى الشاب دعاه عمر. الشاب هذا كان يجر ثوبه في الأرض، فقال له: يا ابن أخي، قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأطهر لثوبك. ودي التوجيه الجميل، يا ريتنا عندما نوجه بعض الذين يتلبسون بالمخالفة يكون التوجيه بالأدب الجم، من غير عجرفة ولا شدة ولا قسوة، يا ريت يكون التوجيه بالراحة، ما يكونش التوجيه بالشدة. شوف عمر بن الخطاب يوجهه ازاي، تعليم: وثيابك فطاهر، اي قصر ثوبك. هذا هو القول الثالث. القول الرابع: وثيابك فطهر قلبك، اصلح نيتك في الاعمال. يبقى ده اصلاح النية، يبقى طهارة القلب باصلاح النوايا. وليس المقصود بإصلاح النوايا قبل ما نعمل حاجة، يا أخوانا كلنا نغمض عينينا كده ونستحضر النية لله عز وجل، نقول نوينا. بتعمل إيه؟ هم داخلين مثلا رايحين يزوروا واحد، جايين مثلا من بالي وداخلين المنصور، عندي سندوب يوقف على العربية، غمضوا عينيكم، قاعدين في الميكروباص، غمضوا عينيكم يا إخوانا، ولابد من النوية، لابد النية والنية ومش عارف. غمضوا عينيكم واستحضروا النية. لا، ايه غمضوا عينيكم واستحضروا النية؟ النية لا تحتاج إلى تغميض الأعين وتلفظ الألسن، وإنما تحتاج إلى مجاهدة. بعضهم يقول: جاهدت نفسي، ويقصد نيتي، 20 سنة حتى استقامت. يعني 20 سنة بيجاهد نفسه حتى استقام. وكان بعضهم يقول: ما كابدت شيئا، ما كابدت نيتي، لأنها تتقلب علي. يبقى الأولاني لما قال كابدت نفسي 20 سنة حتى استقامت، يقصد بذلك ماذا؟ النية. رب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل حقير، المقصود بالحقير اللي هو الايه؟ اللي هو البسيط. ورب عمل عظيم تحقره النية. النية دي مسألة مهمة جدا، وهي شرط في سائر الأعمال، والنية شرط في صلاح الأعمال، فبها الصلاح والفساد للعمل.
والنية شرط لصالح العمل، ففيها الفساد والصلاح للعمل كما قال الناظم. والنية مكانها القلب، فهي معنى من المعاني، ليست مادة، وإنما هي معنى، كالحب وكالخوف وكالرجاء وكالرهبة وكالرغبة، فكل هذه المعاني مستقرها القلب، فمن جملة أعمال القلب. فالقلب أصلحه، القلب أصلحه، أصلح نيتك وأصلح توحيدك، وأيضا أصلح قلبك مما قد يشوبه من سوء المعاصي وكدرها. المعاصي دي شأنها بالضبط شأن الشوائب التي توجد في الزروع، تؤذي الزروع وتفسدها، ولذلك من أعظم أعمال الزارعين تخليص الزروع من الكادرات، كادرات اللي هي العفش والبتاع وما إلى ذلك. عاوزين نجيب لفظ ثاني غير العفش، الغلط، الله المستعان، تذكرني بالبرغوث والحرقوص. تجد أهل الزراعة وأرباب الفلاحة يجتهدون في تنقية زراعتهم مما يفسد الزرع، في نباتات وأعشاب وأضرار وأوضار تكون حول الزرع. هذا الزرع لا يستقيم حاله إلا إذا خلص من هذه الأشياء. كذلك القلب لا يستقيم حاله إلا إذا تخلص مما يفسده من المعاصي وغيرها. والدليل على أن الثوب يطلق ويقصد به القلب قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. القنا أي الرمح، شككت أي أصبت الثياب، ويقصد ما تحت الثياب بعلاقة المجاورة، فهذا معروف عند العرب. أما أثر المعصية في القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكأن المعصية تحدث في القلب الصحيح حرارة، وهي ألم المعصية. الإنسان الصحيح إذا عصى ربه سبحانه فإنه يشعر بألم المعصية، الألم دي بيعمل له حرارة بالضبط، زي الإنسان الصحيح لو أصابه مرض يجيله التهاب، تجيله حرارة، أي حاجة، أي علامة على المرض، فيكون ذلك باب الخير فيسارع إلى طلب العلاج. أما الإنسان إذا أصابته المعصية فلم يجد لها حس، ما فيش أي أثر، فليعلم أنه على شفا جرف نهار، يعرف أنه على هلك. الإنسان الصحيح بالضبط زي الإنسان الحي، أما الإنسان الميت فلا يتألم، لا يتألم. لو أتيت بميت وغرست إبرة في جسده فإنه لا يقول عندها حس، لا يتوجع. أما الصحيح فإنه يتألم، فالتألم بالمعصية علامة على الصحة، والمعصية تدمي القلب وتهيج حرارته، فناسب ذلك أن تطفأ هذه الحرارة بثلج وبرد الطاعة والتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا حث من الله تعالى على التوبة. وإن ربك الكريم الذي يمن على عباده بكل خير ويتفضل عليهم بكل إحسان لا يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه ورجع.
إذن عندنا أقوال أربعة في قول الله تعالى: وثوبك فطهر وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. نقف عند والرجز فاهجر. الرجز فيها قولان: القول الأول الأصنام، فاهجر والأصنام فاهجر، الأوثان فاهجر. وإذا كانت الأوثان فيما مضى هي أوثان مادية، فإن في أزماننا أوثانا أخرى هي أوثان معنوية، لا بد من هجرها والتبرؤ من الله تعالى منها، ولا يصح إيمان إلا بذلك. فلا ينبغي للعبد أن يتلبس بالشرك، بل لابد من هجر الأوثان والأصنام. قال الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك. سبحان الله، انظر إلى الخليل إبراهيم يقول ذلك، يقول ذلك، فما بالك بآحادنا من الذين يعيشون ولا يعلم أحد نفسه، يا ترى هل هو من الناجين أم هو من المخدوشين أم هو من المنكوسين الساقطين؟ لا أحد يعلم. هل أحد يستطيع أن يجزم لنفسه نجاة أيها الأحباب؟ هل يستطيع أن يجزم لنفسه نجاة؟ لا أنا ولا أحد. أما الخليل إبراهيم الذي كلمه ربه، الذي اصطفاه ربه بالخلة وجعله قريبا حبيبا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونحن أيضا ينبغي أن نبتعد عن الأصنام المادية، هناك أصنام مادية لا تزال تعبد إلى يومنا هذا. معظم سكان الأرض يعبدون من؟ يعبدون بوذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد رجل عالم فضاء وعقله ده أحسن من 1000 كمبيوتر، وما شاء الله بيتقي الذكاء، وقبل ما يطلع للمختبر بتاعه عنده برضك كده تمثال قد الكف بتاع بوذا، وفوق راسه اللمضة الحمراء، يقوم أيضا اللمضة الحمراء عشان يقدر يشوف بوذا في الأوضة، ويقول له: يا إلهي وفقني في اختباراتي ونجحني إن أنا أحل المعادلات الرياضية اللي أطلق بها صاروخ الفضاء. يتوسل إلى بوذا ويعبد بوذا من دون الله. الصين واليابان، سنغافورة، أجزاء كثيرة من ماليزيا وإندونيسيا، تايلاند، كمبوديا، فيتنام، كل هذه الأمم تعبد بوذا من دون الله. كثير من شعوب إفريقيا إلى الآن هي مشركة بالله، تعبد الأصنام من دون الله. منهم من يعبدون القرد، ومنهم من يعبدون الحيات، الحيات الأفاعي. حتى بعض المسلمين في بلاد إفريقيا إسلامهم فيه دخن شديد، يعتقدون في الخرز والتعليقات والتمائم، فيظنون أنه لو أتى بريشة ديك وشعر قرد وجعلهما في تميمة فإن هذه التميمة تجلب له الحظ والتوفيق وتساعده على ما يريد. منذ عدة أيام كنت أقرأ رواية جذور، أظن تسمعون عن هذه الرواية. هذه الرواية كتبها رجل اسمه إليكس هيلي، وهذا الرجل هو الحفيد الرابع لكونتا كينتي. ده كان رجل مسلم في جامبيا، وجامبيا بلد في غرب إفريقيا تبعد عن المحيط الأطلنطي عدة أيام من المشي على الأرجل.
في سنة 1771 أتت سفن بريطانية نزلت على الساحل بتاع ناميبيا واصطادم هذه الشعوب ملايين البشر من إفريقيا وأغلبهم من المسلمين، أخذوا أسرى على سفن الإنجليز والهولنديين، كل دولة بقى تلم، وبعتهم على فين؟ على أمريكا. لما تقرأ هذه الرواية، ولا نتكلم بتفصيلها الآن، ولكن تشعر بالهول الشديد. ينبغي لدول إفريقيا أن ترفع دعوة على أمريكا، أن تقوم أمريكا بعمارة إفريقيا وتدفع تعويضات لكل دول إفريقيا. السفن التي أدت إلى إفريقيا كانت تحمل بالمخطوفين، لا أقول بالعبيد، بالمخطوفين وبالذهب وبالحيوانات وبالصمغ وبالعسل، ويأخذون هذه الخيرات جميعا إلى أمريكا. أمريكا هذه الدولة التي تأسست على الإرهاب وتأسست على محاربة الإنسان، الآن تزعم ماذا؟ أنها راعية لحقوق الإنسان. أين حقوق الأفارقة؟ أين حقوق الأفارقة؟ أنت لما تيجي تشوف مثلا السفينة اللي كان فيها كنتي كان فيها 160 مخطوف ومخطوفة، ما بين شاب وامرأة وفتاة، وصلوا إلى سواحل أمريكا وكانوا كام؟ حوالي 85. إذا ما تيجي النص في الطريق بسبب ماذا؟ بسبب سوء المعاملة، الحديد في رقبتهم وسطهم وإيديهم ورجليهم، ما بيأكلوش بإيديهم طول الوقت لمدة 90 يوم، الحديد في إيديهم ورجليهم بيعملوا على نفسهم، وبييجوا بقى الناس يمسحوا تحتهم زي بتوع البهايم كده، وعايشين بهذه الصورة. اللي يمرض منهم ويموت يقوموا فكينه كلبشات ورمينه فين؟ في البحر. ولما وصلوا لأمريكا، أدي قانون أمريكا، اللي يهرب أول مرة إيه اللي يحصل له؟ ياخد 100 جلدة ويرجع تاني للسيد بتاعه، تاني مرة تتقطع رجله عشان ما عادش يهرب تاني مرة. الذي ينظر إلى الأبيض، لو نظر للأبيض اللي جاي من إفريقيا، يجلد 20 جلد عشان بس بصله مرة، يكلموا إزاي؟ يكلموا كده أهو، يبقى عينه في الأرض ما يبصلوش. طب فرضنا لو واحد من الأفارقة كذب على رجل أبيض، أيا كان اللي يحصل، تقطع أذنه، ولو كذب الثانية تقطع الثانية. إذا إيه القوانين دي؟ طبعا حاجات كتيرة جدا، رواية ضخمة كبيرة، ومن الصعب أن تحصلوا عليها. أنا مكث من سنة 76 أدور على هذه الرواية لغاية لما جبتها منذ عدة أيام، كانت مفاجأة بالنسبة لي. المهم، كثير من الأمم يعبدون الأوثان. كنت دي أراد أنه يهرب من أمريكا من السيد بتاعه اللي اشتراه، عمل ازاي؟ جاب شويه شعرات من بتوع ديك، وجاب كم شعره من بتوع قرد، وربطهم عشان يبقوا تميمه تساعدوا على ماذا؟ على الهرب، ومسكوه وكسر رجله برضه. ادى اعتقاد المسلمين، قال الله: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. التمائم وتعلق القلب بالتمائم هذا شرك بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه إلا بالله. ثم إن هناك رجزا معنويا من ذلك الحداثة، أصبحت الآن رجزا معنويا ينبغي أن يهجر. كذلك من يخالف شرع الله عز وجل من الأعراف البالية والتقاليد الفاسدة لابد أن يهجر، لابد أن يهجر.
كانت هناك أعراف وتقاليد في الزواج وفي المآتم كنا نشاهدها ونحن صغار. الحمد لله هذه التقاليد وهذه الأعراف كادت أن تندثر هذه الأيام، كادت أن تندثر هذه الأيام. كانت مصايب بتحصل عند الزواج أو عند الوفاة، لابد من هجران هذه الأشياء التي فيها مخالفات لشرع الله عز وجل. القول الثاني في قول الله تعالى والرجز فاهجر، المعاصي فاهجرها. المعاصي، رجعنا ثاني برضك لمسألة الايه؟ المعاصي. إن أمة تريد أن تبني عزها وأن تؤسس مجدها لن يكون ذلك أبدا بمعصية الله، ولن يكون ذلك إلا بطاعة الله. فلابد لأمة الإسلام أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ما عند الله. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.